احنا الخبر ده يمكن هو مبادرة بقالها يومين تحديدا متعلقة ب يعني استقبال الأمهات للكشف والتشخيص مجانا، خد بالك. واحنا يمكن معانا على تليفون دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق. دكتور عادل، ازاي الصحة يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ وحشني قد الدنيا يا دكتور. ربنا يخليك انا ويبارك فيك مقصر استاذ في يوسف. السؤال والله. لا يا فندم، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك بالصحة والسلامة. ومصر كلها طيبه، وامهات مصر كلهم بخير وطيبين يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا فندم. حضرتك بتشوف ازاي المبادرة بتاعت الكشف والتشخيص المجاني على امهات وسيدات مصر؟ يعني زي ما حضرتك ما تفضلت وقلت، يعني مش دور الام المصريه عبر التاريخ وفي مصر وفي السنوات اللي احنا بنمر بيها دي دلوقتي بيؤكد ويرسخ لدور المرأة ودور الأم طبعا بصورة أكتر. المبادرة هي مبادرة تتمثل في يعني هدية رمزية بسيطة جدا إلى الأمهات في مصر بمناسبة عيد الأم في 21 مارس. المنافذ الطبية دي اللي هي للجمعيات اللي هي المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، هي منتشرة زي ما حضرتك عارف في القاهرة الكبرى وفي بعض المحافظات في القاهرة والجيزة والأليوبية والغربية والبحيرة وفي أسيوط. هذه المستشفيات بتقدم في الحقيقة خدمات طبية لأهالي المجتمع في مصر، وبتمثل يعني بتسد شيء بسيط من الفجوة الذي قد يعني تظهر ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لأن هذه المؤسسات الأهلية هي مؤسسات غير هادفة للربح، إنما الربح الأساسي لها هي أنها تقدم خدمات مجتمعية، وده دور المجتمع المدني في أي مجتمع متحضر، أن يكون مؤسساته المدنية بتعمل من أجل تقديم خدمات صحية، خدمات تعليمية، خدمات اجتماعية. فيعني وجدناها فرصة أن هذه المستشفيات اللي هي بتتمتع بثقة كبيرة لدى الناس في الأماكن اللي هي متواجدة فيها أن تعبر عن يعني امتنانها للأم المصرية بهدية رمزية، أن يتاح المنافذ العلاجية للتشخيص وللعلاج على مدار يومين. ولا تتخيل حضرتك هذه المبادرة وجدت صدى كبير قد إيه لما تتمتع به هذه المستشفيات. حوالي 9000 سيدة يعني كشفوا وتقدموا للكشف من أمس واليوم. أنا زرت بعض الأماكن امبارح والنهاردة، يعني إقبال كبير جدا جدا لدرجة يعني حفزتنا ان احنا نخلي هذا التقليد شهري بصوره شهريه، مش 21 مارس يبقى رائع. نخليه يوم 21 من كل شهر نقدم هذه الهديه الرمزيه للامهات في مصر تعبيرا عن امتناننا يعني التضحيات الام المصريه وفي الزمن اللي احنا فيه. حتى اساسا يعني لو قلنا شهدائنا في حروبنا ضد الارهاب، بنتكلم دلوقتي على شهدائنا في المستشفيات وفي المستشفيات الاماميه، فالأم برضو بتضحي وبتقدم، وسواء هي أم أو زوجة أو ابن. فحضرتك يعني هي هدية رمزية بنعبر بيها كمجتمع مدني عن امتناننا للأم المصرية بإذن الله. ودي فكرة أكتر من عظيمة يا فندم أنها تستمر معنا كل شهر يوم 21، ده يبقى شيء أكتر من رائع يعني. إن شاء الله ربنا يقدرنا، هو ده دور المجتمع المدني الأصيل يا أستاذ يوسف. ربنا يخليك يا دكتور. طب إحنا دلوقتي لو إحنا عاوزين نعرف المستشفيات موجودة فين اللي بتتبنى هذه المبادرة، نعمل إيه؟ حضرتك المستشفيات دي معروفة جدا، زي ما تقول حضرتك أصبحت أماكن راسخة، يعني مثلا مفيش حد في المعادي ما يعرفش مستشفى الفاروق، مفيش حد في مدينة نصر ما يعرفش مستشفى مدينة نصر الموجودة في ميدان الشهيد هشام بركات، محدش يعرف ما يعرفش مستشفى المركزي في طنطا، طيبة، في الخلفة، في مصر الجديدة، الهادي في حلوان، الرحمة في مصر الجديدة، العمرانية والطلبية دول مشهورين جدا في محافظة الجيزة، في البحيرة في دار السلام، في الرحمة في شبين، يعني كل هذه المستشفيات معروفة جدا جدا للأهالي اللي بيعيشوا في هذه المحافظات. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، كل الشكر لحضرتك. يمكن الواحد وهو قاعد عمال بيتصور مسألة الاحتفاء وليس فقط الاحتفال بعيد الأم، بتقعد تفكر حقيقة بصوت عالي مع نفسك، يعني إزاي في ناس فعلا بتعتبر إنه لا يجوز الاحتفال؟ يعني الأم دي هي الأم اللي خلفتني، هي زوجتي، هي بنتي اللي في يوم من الأيام يا رب أعيش
اشوفها ام واقعد العب مع عيالها اللي هيطلعوا غلسين لجدهم، ده مما لا شك فيه، يعني هيطلعوا غلسين لمين؟ او لابوهم اكيد، يعني اكيد جدهم الطف هيبقى من ابوهم بكتير، ولا ايه؟ يعني مش متخيل ان انا ممكن بنتي تشوف انه جوزها الطف مني، انا ممكن اروح فيها دي يا جماعه. وده جزء على فكره من محبتك لاولادك، ان انت دايما بتبقى حاطط نفسك ان انت لازم تبقى انت اهم حد في حياتهم، وده جزء الحقيقه من تركيبه عقليه الام. يجب دائما انك انت تنظر لامك باعتبارها الاهم، وتنظر لزوجتك كام ايضا باعتبارها الاهم، وبنتك كام مستقبل باذن الله سبحانه وتعالى باعتبارها الاهم. فكروا كده هتعرفوا قيمه الام.